آمنوا بوجوب تغيير المجتمع السوري الذي تربى أطفاله على حفظ مبادئ حزب البعث وتمجيد اسم قائده. لذلك كان التوجه الجديد بعد الثورة نحو تعليم الأطفال مبادئ الإسلام الصحيح وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم. يقام في مسجد الرحمن اليوم حفل تكريم للأطفال الذين قرأوا وأتموا وأتقنوا قراءة جزئين من القرآن، والبعض أتم قراءة حفظ وتجويد جزء عامة، والبعض تعلم القراءة والكتابة وحفظ قصار السور. يتم ذلك تبرعا من قبل المدرسين في ومساعدة لجنة مسجد الرحمن. بعد اختبارهم يكرم الأطفال المتفوقون الذين اجتازوا عددا من أجزاء القرآن فهما وحفظا عن ظهر قلب، ذلك تشجيعا لهم ولرفاقهم على متابعة الطريق حتى يتمكنوا من حفظ القرآن كاملا من خلال الخضوع لمنهج منظم يشرف على تطبيقه عدد من القراء والمربين. تعلمنا القرآن في جامع الرحمن وتعلمنا والله يعطي العافية تعلمنا القرآن في جامع الرحمن. أتمنى التوفيق لكل المدرسين الذي أكرمنا بأن جعلنا من المسلمين، والحمد لله أن جمعنا في بيته بيت من بيوته على مائدة من موائده وهي القرآن الكريم، والحمد لله أن قدرنا في أن نعمل بتعليم الأطفال القرآن الكريم. على مستقبل هذا الجيل يراهن السوريون، يلتفتون مبكرا إلى تربيته تربية سليمة، فهو الجيل الذي سيبني سوريا يردها بعقله القويم عمارا وحياة، بعيدا عن الشعارات التي ملئت كذبا وتزييفا.